ديال السكك الحديديه والسلامه والامن ديال السكك الحديديه الفائقه السرعه. اذا طنجة تعتبر في هذا الموضوع هي قاطره بالنسبه للجهه. الموضوع ديال هذه الدوره السادسه هو كيتعلق بالسلامه والامن فيما يخص الخط والقطار الفائق السرعه، واللي بالنسبه لنا هي مناسبه جد هامه، لاننا احنا على اهبه ديال تشغيل اول خط القطار فائق السرعه في بلادنا وفي المنطقه وفي افريقيا وفي الدول العربيه. اذا هذه مناسبه اولا باش نذكر بانه الاشغال هي متقدمه بوتيره مهمه، وصلنا تقريبا 86% ديال نسبه التقدم ديال جميع المكونات ديال المشروع، لانه هو مشروع مندمج فيه بطبيعه الحال كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه، كل ما يتعلق بالمنظومه السككيه فيما يخص التشوير ولا السلك الكهربائيه، كل ما هو منظومه، وكذلك الجانب الاخر كل ما هو الاستعداد للاستغلال فيما يخص التكوين، فيما يخص ريفيرونسييل. اذا ان شاء الله قلت الاشغال جد متقدمه، غادي ننتهيو من الاشغال ديال السكه والكتينه والمنظومه ديال التشوير اواخر 2017. بدينا مراحل ديال التجربه ديال القطار الفائق السرعه والخط الفائق السرعه، خدينا انتهينا من المرحله الاولى، بقى المرحله الثانيه والمرحله الثالثه اللي غتكون ان شاء الله خلال هذا ما تبقى في سنه 2017، على اساس ان شاء الله ان الاسدس الاول ديال 2018 يكون فيه ما يسمى بالتجارب ديال لومولوغاسيون ديال الخط وديال القطارات، على اساس ان الاستغلال التجاري ان شاء الله يكون في صيف 2018. نذكر ان الخط يتم الانجاز ديالو ديال الخط الفائق السرعه على واحد المسافه ديال 200 كيلومتر، اللي القطار غادي تكون السرعه ديالو 320 كيلومتر في الساعه، وما بين القنيطره والدار البيضاء غادي يكون السرعه ديال القطار 160 كيلومتر في الساعه، بحيث ان كذلك فيما يخص المحور ديال القنيطره الدار البيضاء تم التاهيل ديال الخط الحالي، الخط المزدوج الحالي، بتجديد السكاك، تجديد الكتينه، واعتماد منظومه ديال التشوير ذكيه اللي وكذلك بوضع خط ثالث بالموازاه مع الخطين الحاليين، اللي غادي يمكن ان الطاقه الاستيعابيه ما بين القنيطره والدار البيضاء انها تتضرب في 2.5 وتحتوي جميع القطارات، القطارات الحاليه للقطار الفائق السرعه. وبهذا الاطار غادي يمكن هاد لا الاشغال ديال طنجه القنيطره لا القنيطره الدار البيضاء غتمكن انه ان شاء الله في صيف 2018 ان القطار يقطع المسار ديال طنجة رباط أكدال في ساعة وعشرين دقيقة، ويقطع المسار ديال طنجة الدار البيضاء في ساعتين وعشرة ديال الدقائق. إذا بطبيعة الحال الموضوع ديال السلامة والأمن موضوع هام بالنسبة للقطار فائق السرعة. تبادل التجارب مع والاستماع مع خبراء اللي عندهم باع في هذا الميدان هو مهم بالنسبة لنا. التجربة المغربية كذلك هي تجربة رائدة وعندها خصوصيتها، وكذلك أنها هناك فضول ديال واحد المجموعة ديال المتدخلين في الميدان في الشبكات الأخرى. إذا اليومين ديال 19 و20 غيكونوا مخصصين نعرض تجارب وذكروا بشكل مدقق فيما يخص السلامة والأمن ديال الخط والقطار الفائق السرعة، على أساس أن يوم الجمعة إن شاء الله 21 غتكون هناك زيارة ميدانية المشغل ديال الصيانة ديال القطارات، وكذلك للخط اللي قلت هو أنه بالنسبة لنا تجربة رائدة، هو مدرسة بالنسبة لنا، وكذلك عنده خصوصيات اللي لا توجد في الخطوط الأخرى، وبالتالي